هذا واكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة مميزة أسهمت في تطورها على كافة الأصعدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوها بأن ما وصلت إليه العلاقات من مستويات متطورة جاءت بفضل رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهما الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه على هامش حضوره حفلة تتويج بطولة رالي دكار 2020 بالمملكة العربية السعودية، كلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بحضور الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات، حيث نوه سموه بما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور في كافة المجالات وبالأخص ما تشهده المملكة من تطور في رياضة السيارات، مشيدا سموه بمواصلة المملكة العربية السعودية الشقيقة تحقيقها النجاحات في استضافة وتنظيم السباقات العالمية على أرضها، ومنها التميز في تنظيم رالي دكار العالمي، معربا عن تمنياته للسعودية تحقيق المزيد من النجاحات. من جانبهم أشاد أصحاب السمو الملكي بتميز العلاقات البحرينية السعودية على كافة الأصعدة، منوهين بالتعاون الرياضي القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة رياضة السيارات.